الاختيار 2، قصة تحول همام عطية من طباخ إلى زعيم أجناد مصر وهذه تفاصيل سقوطه. عرض مسلسل الاختيار 2 مشاهد من العملية التي نفذتها أجهزة وزارة الداخلية في منطقة الطوابق بفيصل عام 2015، وتمكنت خلالها من القضاء على الإرهابي الخطير همام عطية مؤسس تنظيم أجناد مصر الذي ارتكب عناصره 44 عملية إرهابية خلال 3 سنوات بعد فض اعتصامي ربع والنهضة عام 2013. همام عطية الذي جسد شخصيته الفنان محمد علاء ولقى مصرعه في تبادل إطلاق النيران مع الأجهزة الأمنية في منطقة فيصل في شارع الطوابق سنة 2015، وقضت محكمة الجنايات أمن الدولة في ديسمبر عام 2017 بانقضاء الدعوى الجنائية ضد همام المتهم الرئيسي في أجناد مصر لوفاته. همام محمد أحمد عطية 36 عاما مواليد القاهرة في شارع الشيخ أحمد بدري بمنطقة المرج، سافر مع والده إلى فرنسا وهو في سن 18 وعمل معه طباخا، وهناك التقى بأحد أتباع تنظيم القاعدة الذي أقنعه للسفر إلى أفغانستان. تلقى همام تدريبات عسكرية في صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات، وفي سنة 2011 ذهب إلى العراق وعمل هناك خبير في المتفجرات مع تنظيم داعش، ثم استغل فترة الفراغ الأمني في مصر سنة 2012 وعاد بعد ثورة 25 من يناير. همام الإرهابي أصبح بعد عودته إلى مصر المسؤول عن تصنيع والإشراف على المتفجرات التي استخدمها أنصار بيت المقدس في كل عملياته الانتحارية ضد رجال الجيش والشرطة، ثم انشق همام هو وعشماوي وضابط المفصول عصام رامي عن التنظيم وأسس كل منهما تنظيما منفصلا. وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت في قضية تنظيم أجناد مصر أن همام محمد أحمد عطية كان بائعا للدجاج وشارك في اعتصام رابع العدوية المسلح وخرج منه بعد فضه وانضم لأنصار بيت المقدس وانشق عنه وشرع في استقطاب عناصر تعتنق الفكرة التكفيرية. وأسس همام أجناد مصر في ديسمبر عام 2013، وكانت أول عملية قسم شرطة الطلبية ومترو البحوث كان يعلم الشباب كيفية صناعة العبوات الناسفة في إحدى الشقق السكنية بمنطقة فيصل. 44 عملية إرهابية نفذها همام وعناصر تنظيمه، أبرزها تفجيرات جامعة القاهرة التي راح ضحيتها العميد الشهيد طارق المرجاوي والمقدم أحمد زكي من قوة مديرية أمن الجيزة واللواء عبد الرؤوف الصرفي، وتفجير قنبلة أمام قسم الشرطة الطلبية والتي أسفرت عن استشهاد الرائد ضياء فتحي فتوح من قوة الحماية المدنية في أثناء تفكيكها، وتفجير قنبلة بميدان لبنان أسفرت عن استشهاد الرائد محمد جمال، وكذلك تفجير سيارة العميد أحمد زكي بقطاع الأمن المركزي في مدينة أكتوبر مما تسببت في استشهاده، وانفجار عبوتين بمحيط قصر الرئاسة في الاتحادية مما تسبب في استشهاد ضابطين من قطاع المفرقعات المقدم محمد لطفي والعقيد أحمد عشماوي أثناء محاولتهما إبطال مفعول العبوتين، وزرع عبوة ناسفة أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة وأسفر عن استشهاد 2 وإصابة 9 مواطنين أثناء تواجدهم أمام المبنى، فضلا عن تفجيرات في مصر الجديدة، وكذا استهداف عدد من ضباط الشرطة والجيش. وانتقل همام للإقامة في منطقة الطوابق المزدحمة بصحبة زوجته وأبنائه 9 مستغلا حالة الزحام فيها للاختفاء عن أعين الشرطة. وتمكن قطاع الأمن الوطني في أبريل 2015 من تحديد ورصد مكان اختباء همام عطية بعد القبض على عدد من العناصر المرتبطة به والذين أرشدوا عن مكانه وكيفية التواصل معه والمحيطين به، وانطلقت مأمورية إلى مكان اختبائه ونجحت الشرطة في القضاء عليه بعد تبادل لإطلاق النار. وفي ديسمبر 2017 قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم الرئيسي في تنظيم أجناد مصر همام عطية لوفاته وبإعدام 13 من عناصر التنظيم، وهو الحكم الذي جرى تنفيذه مطلع العام الجاري.